عليكم. بون كيما عودناكم كل خطره خارجه، كل خطره مدينه جديده، كل خطره منطقه جديده. اليوم رانا بعاد شويه على العاصمه. السلام ورحمه الله. انا بعاد على العاصمه حوالي 300 كيلومتر، يعني رانا اكزاكت واحد 280 290 كيلومتر. رانا في واحد المنطقه سياحيه، بون سياحيه قديمه من بكري من قديم الزمان، ونساوها وتابوندونات وشنو مازالوا شويه ناس اللي يعرفوها واللي موالفينها مازالوا يجوا يزوروها ويشوفوها. الخرجه تاع اليوم ماشي بالدراجه باسكو بعيده وسخانه والاحوال الجويه ما تساعدناش، جينا بالسياره. رانا اكزاكتومون في مدينه ما نقولكمش، تكتشفوها معايا من بعد اللي تشوفوا اللقطات هذو اللي راهم جايين. من بعد ما تشوفوا اللقطات نقول لكم البلاصه هذه وين جايه واسمها وكيفاش تلحقوا ليها. بون كيما راكم تشوفوا منطقه صخريه شبه صحراويه كيما راكم تشوفوا، تقدروا تقولوا رانا في بوابه الصحراء جنوب شرق العاصمه حوالي 280 الى 290 كيلومتر اكزاكتومون. رانا في مدينه بوسعاده، رانا في مدينه بوسعاده ورانا اكزاكتومون عند طاحونه سموها طاحونه فيريرو. كيما تشوفوا كاين الماء، كاين دراري صغار راهم يعوموا. شوفوا كيما قلت لكم كيما كنتو تسمعوا دركا رانا في بوسعاده. بون مدينه بوسعاده معروفه بتاريخها بشعبها بحضارتها باثارها بكلش. هنا رانا في هذا الواد، هذا راهو ناقص فيه الماء على كل حال، منطقه شبه صحراويه. كانت كاينه واحد الطاحونه ملهيك عم نحاوها دوك في الاخر تاع الفيديو نصورها لكم. راهم حاطينها في مدخل المدينه، رفدوها نحاوها منا، وهذيك هي الطاحونه الاصليه اللي كانت هنا من قبل، نحاوها منايا وداروها في مدخل المدينه. من بعد كي نجي خارج من المدينه تاع بوسعاده نصور لكم الطاحونه هذيك. كانت الرحى، كانت الرحى لهي هذيك الجهه، وكانوا هنا ديار، هنا كانوا ديار، وهذا هنا سكان، وكانت من هي طريق طريق، كانوا بكري يروحوا القمح والشعير وكانوا كل شيء، وكانت هذيك من هي دار، لكن كانوا يرموها دروكا شويه ولا يخدموها شويه ولا كذا ترجع لمجراها الطبيعي وترجع كانوا بكري يجوها حتى القور، يجوها حتى السياح، يجوها حتى يجوها من كل بلاصه. ايه معروفه هي صح معروفه. كاين كانوا دي زالمون دي زونجلي جو لهنا دي فرونسي. فهم هذه كانت تترمم ويخدموا لها عندنا شويه الزيكو راه مطرطق من هيك، كان يخدموها ويعدلوها معناتها تولي مضرب سياحي زين معنيها وعدها العنصر تعود لاباس ان شاء الله. ولحقتنا هضره باللي هذيك الرحى اللي راهي برا في الدخله تاع البلاد كي نكونوا جايين من الجزائر ندخلوا لبوسعاده. كاينه واحد الطاحونه محطوطه برا، قالوا لي هذيك هي الاصليه اللي كانت هنا وسقموها وحطوها هنا. هذيك خدموها معناتها تشبه لها هذه برك معناتها ما هذه الرسميه. صح هذه الرسميه. صحيح هذه الرسميه نورمالمون انا كان يرموا هذه ويعدلوها وترجع كيف. Thank you.
هاني لقيتهم، هاني شفتهم صحيح. الله يحفظك.